ماشي يا غالي. المنوفة يا جدعان زي ما بقول لكم بعد ما تطلع كوبري الملك الصالح موجود على طول. ده مش اعلان، دي حاجة نضيفة باخدها بيتي، فعايز حبايبي يجوا ياخدوا هم كمان. تمام، حاجة صغيرة. بسم الله ما شاء الله، لصلى على النبي يكسب، وصلاة النبي كلها مكسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايب قلبي. نسمع صلاة النبي. صلاة النبي تديك حسنات. قراءة القرآن أحسن من قراءة الجورنال. ادعو إلى أخونا حمزة أبو عون، هو وأهل بيته وحبايبه والأهل بيوتكم وحبايبكم، وتدعوا لي ربنا يهديني ويرجعني زي ما كنت. المهم يا جدعان، نزلنا امبارح نجيب خروف، تمام، عشان خاطر ايه؟ طالع لله. المهم موضوع طالع لله دوت، وهتشوفوا الفيديو ده بنية التشجيع، بس تشجيع للجميع. قلت في عقل بالي، طب النية مش نية ذبح، النية مش نية ايه؟ مش نية ذبح، فنعمل ايه؟ نسأل. سألت كذا واحد، الواحد ما فيش نية ان هو يذبح، يجيب خروف ولا يجيب ايه؟ لحمة صافي. لان الخروف برضو دورتها في دماغي كده، قلت الخروف لو 100 كيلو هيصفي على 50 كيلو، لو 100 كيلو هيصفي على 50 كيلو، تمام؟ وال 50 كيلو دول هيحصل فيهم ايه؟ هيبقى فيهم بتاع حوالي يعني بتاع 10 كيلو عظم ولا 15 كيلو عظم او اكتر من كده، الله اعلم. فالواحد يعمل ايه بقى؟ يجيب لحمه صافي، يدي الواحد حته اللحمه ما فيهاش عظمايه، والضاني ده لما يكون نيتك تذبح، لكن هتطلع حاجه لله كده خليها لحمه صافي احسن. المهم نزلت عند واحد اجيب منه، اخويا احمد السيوفي، تمام. اللحمة عنده بلدي ب190 جنيه، ما انا اللي باكله لازم اكله للناس، انا باكل من عند الراجل ده وبرضه بناكل من عند الراجل ده المنوفي، تمام. نشوف اللحمة عاملة ازاي بس كده، وتطلع في الخفاء. اخواته وحبايب قلبي تدعمونا باللايك والشير عشان الخير يوصل للغير. الفيديو ده بنية التشجيع للجميع عشان تتأكدوا ان مصر بلد الخير. ورحت عند المنوفي، انضف حته لحمه باخدها بيت الراجل دوت، شهاده لله، بيوقفوله طابور بفضل الله، بيصلى على النبي يكسب. بصوا بقى يا جدعان البلد اللي على ابوه، البلد يوكا. بصوا يا جماعه، العظمايه الزرقاء دي يعني صغير، والختم المدور ده يعني صغير. هنا ممنوع اللمس، هنا انت تقول له ايه يا غالي؟ حفاظا على الناس، حفاظا على الناس، مش عشان خاطر حاجه، حفاظا على الناس، حفاظا على الناس، ممنوع اللمس. يبقى كل واحد شايف الحاجة والسواقة، تمام. ده انت ايه رأيك؟ تمام طبعا، الأمان حلو للناس طبعا. اشتغل يا باشا. المنوفة يا جدعان زي ما بقول لكم بعد ما تطلع كوبري الملك الصالح موجود على طول. ده مش اعلان، دي حاجة نضيفة باخدها بيتي، فعايز حبايبي يجوا ياخدوا هم كمان، تمام؟ حاجة صغيرة. بسم الله ما شاء الله، بص كده تصور، لصلى على النبي يكسب، وصلاة النبي كلها مكسب. حاجة ما شاء الله. ماشي يا عمنا، اعتمد على الله، شغال يا باشا. هي حاجتك كلها قسما بالله انا بروحها بيتي، واحلى حته لحمه باكلها بما يرضي الله. ما شاء الله، عظمه من عند الله، عظمه من عند الله، العظمه لله. تفاح تفاح، واللي يصلى على النبي يكسب، واللي فيها لله ما بتغرقش، فما تقلقش اخواتي وحبايب قلبي. الراجل يا جدعان بصوا، عارف ان حاجه كده يعني هتتشل يوم القيامه، فمطلع لي احلى كلام، وهو عنده اساسا احلى كلام كله بالصلاه على النبي. صلى على النبي يكسب. دي قشطه، دي قشطه، دي دي قشطه، دي مش لحمه يا خال. حبيبي يا غالي، الصلاة على النبي. شوية جواهر اهو، شوية تفاح أمريكية، ألف هنا. صناعية زي الفل، ناس نضيفة محترمة. وبقول لكم الحاجة اللي هنا يا جدعان أنا بروحها بيتي. كيلوهات؟ اه كيلوهات.
البلدي يوكل. بصوا تلاقوا التاريخ والمجزر وكل حاجه في قلب الختم المدور ده. تمام واولاده، ربنا يبارك فيهم، الناس المحترمه اللي بتبيع حاجه بما يرضي الله. والف الف شكر يا عمنا، تسلم لنا. واحده في الخفاء دي يا ابو عون، واحده في الخفاء، ست عيالها محبوسه وحالتها بالبلد. ام كريم فين ام كريم؟ خد الدقه دوت. سما قول لها ام كريم طب شوك انا حبيبي لك يا شنطه صوت يلا حب بس يلا اديني الحجر. انت جايبه فول يا حاجه؟ دعوه لعم محمزه. ربنا يستر ويوسع رزقك. الله يكرمك. كل واحد الله يكرمك يا حاج. الله يكرمك. وبلف بالمكنه بتاعتي، كل ما الاقي ست كبيره في السن جامد جدا بضطر ان انا اديها، ما بديش اي حد وخلاص. ورحنا عند جامع عمرو بن العاص هنوزع اللي فيه النصيب في المنطقه هنا، وصاحب التسهيل ربنا.